القتل والمجازر التي تشهدها ناحية عين عيسى، نرى أرواحا تنبض بالمقاومة وتصر على الانتصار لتتحدى بإرادتها جميع المتآمرين وتثبت للجميع أنها سوف تبقى مستمرة في نضالها حتى تحرير جميع الأراضي المحتلة. هدفهم هو الذي يجعلهم يستمرون بحياتهم بالرغم من محاولات قتلهم وتشريدهم من مناطقهم، ليقابلوه بثباتهم وتمسكهم بأرضهم وترابها. نحن أهالي عين عيسى فكنا في أرضنا ومتمسكون في ترابنا.